فاكيوم كلينر ايكوماتيك هالمكنسة يلي حجمها صغير تنقدر نتنقل فيها بالريحة، ومفعولها كبير بقوة 2200 وات، يعني بتسحب وبتشفط كل شيء. مزودة بأبا فلتر للناس يلي معهم ربو أو ضيق بالنفس، وخاصة إذا كان عنا أولاد صغار. وفيها كمان كربون فلتر يلي بيحمي المطار من الغبرة ومن تسرب الهواء من الزوايا ومفاصل المكنة. الأكسسوار بيجي أورو ستاندرد، وفرشيتها فينا نستعملها للبلاط والباركي بس نطلع الفرشية لبرا، وللسجاد بس نفوت الفرشية لجوا. فيها تلسكوبيك تيوب بيتطول وبيتأثر مثل ما بدنا وحسب ريحتنا، ومزودة بأكسسوار للبرادة والفطيات ولزوايا الألومنيوم، وبيجي معها كيس قماش. قوة هالمكنة قادرة تسحب هالطابة البولينج التقيلة، وقادرة تسحبها بأخف قوة بالمكنة، وقد ما نهز فيها ما بتوقع الطابة إلا ما نطفيها نهائيا. فاكيوم كلينر إيكوماتيك متوفرة بلونين، الأزرق والبوردو، ومكفولة لمدة سنتين، وبتحصلوا عليها ب$100 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55. لكل يلي بحبوا يعملوا اكزرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم، فيهم يستعملوا هالكرسي بكل سهولة يلي بنعمل عليها 10 دقايق كل يوم من دون أي تعب، لأنه نحنا ما قلنا إلا نشد بدهرنا لورا وهي بترجع بتطلعنا، لأنها مزودة ب4 رسورات، وهيك بنكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. هالآيرن شير فيكن تحصلوا عليها ب$60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55. صار فيكم تمسحوا البيت من دون أي تعب وأوجاع ظهر مع إلكتريك موب يلي سعرها بس $26. إلكتريك موب ممسحة على الكهرباء منشرجها ومنستعملها، قياساتها كتير مدروسة يعني طويلة كفاية لما نضطر نخ ونطوب نحن وعم نمسح. فينا نستعملها على كل أنواع البلاط، والأهم إنه حتى لو عنا باركي، لأنه طريقة تنظيفه بتكون حساسة أكتر من غيره. حتى فيكن تستعملوها لتنظيف الإزاز، ما إلكن إلا تتصلوا على بس سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن ب$26 وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تراستيكين هي عصا للتعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح إلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها دوين، دو لنشوف قدامنا ودو لنشوف الأرض. ثالثاً وأخيراً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على الأكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. اتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستيكين ب$39 فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثل البنات، من هيك صار في مكانات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها $30، هي مكانة حلاقة بتشتغل على البطاريات، شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأنه فينا نستعملها لكذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب، السوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين، من الأنف أو الجسم مثل الإيدين أو مكان آخر. جرومر برو مكفولة على سنة، بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا الحلاق تبعكن. ب$30 بتوصل لعندكن من دون أي كلفة إضافية وإما كنتوا بلبنان، بتكون بس تتصلوا على بس سيلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بقعدتنا الغلط بالمكتب، أو إذا بحكم شغلنا عنا سواقة لوقت طويل، أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية.
رويال بوشر مش هاد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما بيبين. ولكن شخص عنده ديسك أو تكلس ما له غنى عن رويال بوشر، بسعر $30 بس واصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية، وهو كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما إلكن إلا تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم $30 بلا أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دايما تتصلوا على رقم بسلر 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.